أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: خاض كثير من الشباب في قضية تبديع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله لعلي حسن الحلبي ما بين مؤيد ومعارض، فما توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ أولا أنا أنصح أبناءنا في قطر وفي جميع المعمورة من الرجال والنساء ألا يتصدوا لأمور فوق مستواهم، بل أنصحهم أنه إذا تكلم عالم صاحب سنة معروف تأويله على الدليل فيما يحكم به أنصحهم أن يتابعوه حتى تجتمع كلمة أهل السنة على الحق ورفض الباطل وبغض البدع وأهلها. أما إذا كان كل فريق يذهب مذهبا فهذا ما يريده أعداء السنة الذين يتربصون بأهل السنة الدوائر، فأوفر الحظ عندهم أن تتفرق كلمتهم يعني أهل السنة ويصيرون شدرا بدرا كما قيل. وثانيا أنا أعرف الشيخ ربيع من سنين كثيرة وعرفت عنه وفقه الله تعويله على الدليل بعد أن ينصح المخالف حتى ينفد صبره، وبعد ذلك يقول ما توصل إليه، وقد قام الدليل عندنا فيما اطلعنا عليه من قبل الشيخ ربيع أخينا الكبير وفقه الله، ومن قبل قراءاتنا التي لم نظهرها، أن علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد المتلقب بالأثر ليس صاحب أثر، بل هو مبتدع ضال مضل داعية ضلال مفسد في العباد والبلاد. ومن خلال تجمعكم ومن خلال شبكة سحاب السلفية وغيرها، إن كانت هناك مواقع مشاركة، أحذر جميع المسلمين من هذا الرجل حيث كانت وجهته، وأدعوهم إلى بغضه ومفاصلته في الله حتى يراجع السنة ويتبرأ من كل ضلالة نشرها جملة وتفصيلا علنا، كما أحذر أيضا من مركز المسمى مركز الإمام الألباني، فما هو إلا مسيدة وفخ وشبكة ينصبها علي وأتباعه لتضليل المسلمين والمسلمات. ومن ذلكم أنه يدعو تكفيريين لإلقاء المحاضرات حتى يجتمع في هذا المركز شرطان: الشرط الأول أن يتسلمه أبناء الشيخ، وقد عرفنا وسمعنا عن ابنه عبد المصور فإنه خريج كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، فيرجى منه خير إن شاء الله تعالى. والثاني أن يقوم بإلقاء الدروس فيه
علماء فضلاء يقررون المنهج السلفي، أما الآن فلا وألف لا. لا يحضر هذا المركز إلا مغفل أو لعاب يجد فيه بغيته من نشر الهوى. نعم. الجرح والتجريح لم يأتي إلى الأمة بخير. فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. مثلا مبتدئ، وأعتقد أنه مبتدئ متلون كذاب، هذا الذي نعرفه. أنا أبدي على حسن الحلبي، الكذب والاستهزاء والخديعة والافتراء، ولست أرد عليك قولك. إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون، مسلمون صادقون مخلصون، جاءوا لدفع سواء كانوا من داخل سوريا أو من خارجها، جاءوا ليدافع. وأنا جاد في هذا، نذرا علي لله عز وجل، نذرا علي لله عز وجل أن تضرب عنق بشار بهذا. اللي يريد أن يشتري هذا شرطنا أن يعيرنا إياه، أن يعيرنا إياه لنضرب به عنقه، ورب السماء والأرض لتكون مشكلة كبيرة في سوريا بعد السقوط، وهي من الذي سيضرب عنقه. إن بعد كلام فضيلة الشيخ خرجت القضية عن أن تكون قضية رمزية لتصبح قضية حقيقية لها أبعادها ولها آثارها ولها مآلاتها، ومن باب الفقه يا فضيلة الشيخ أنت نذرت نذرا، ومن نذر لله حق عليه أن يوفيه، لكن إذا لم تستطع وفاءه فالفتية موجودة. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصراخ والضجيج، والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي، وعدنان عرعور سلفي، والمغراوي سلفي، وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم، وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان. ورأيت له بعد ذلك مقالا قال أنا أذنت لطلابي أن يردوا عليه، ما شاء الله، وأنت الذي مدحته ألا يجب عليك أن ترد عليه؟ لا سيما وقد مدحته، ما هو يجب عليك أن ترد عليه؟ أنا أسألكم بالله، أنتم رجل يمدح شخصا ويزكيه، وبعدين يأتي يسكت يقول أنا قلت للناس ردوا عليه، هذا يقبل؟ هذا ما يقبل. أنت بالذات خاصة الذي نظر الناس إليك وأضللته بمدح هذا الخارجي المبتدع المنحرف للإخوان، الذي يتبجح بالثورة التي فيها الاختلاط والمظاهرات التي في الاختلاط، ويتبجح بأن يخرج حتى حرمته وأولاده.